أقامت الهيئة العامة للأخويات المريمية في الأردن ممثلة بمرشدها الروحي الأب إبراهيم نفاع وأعضاء من الهيئة بزيارة أخوية قلب مريم الطاهر في مدينة المفرق، وتخلل اللقاء موضوع روحي حول نشيد تعظيم الرب وصفات أمنا مريم العذراء. وقامت الهيئة خلال الزيارة بعرض النشاطات الخاصة بخطتها السنوية وتبادل الأفكار والاقتراحات، وبدورها شكرت الهيئة أخوية المفرق وكاهن الرعية الأب بهاء إصطفان على حسن الاستقبال، كما شكرت كل من ساهم بإنجاح هذا اللقاء، سائلين أمنا البتول أن تبارك الأخويات المريمية في الأردن. أعرب وفد زائر من مطارنا والكهنة الفرنسيين عن تضامنهم العميق مع المسيحيين في الأرض المقدسة، مشددين على أن الكنيسة تقف بجانبهم في هذه الأوقات الصعبة، مشيرين إلى أن السلام والعدالة هما السبيل الوحيد لتحقيق مستقبل أفضل للجميع. وأعرب الوفد الفرنسي عن دعمه الكامل لحقوق المسيحيين في البقاء على أرضهم وممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان. جاء ذلك خلال قداس إلهي أقيم في كنيسة المسيح الفادي للاتين في الطيبة بمشاركة راعي الكنيسة الأب بشار فواضلة والراهبات وجمع من أبناء وبنات الرعية. يحرص أهالي بيت ساحور على التمسك بعرف تقليدي قديم لطهي الجريش، وهو عرف مرتبط برقاد السيدة العذراء الذي يتم الاحتفال به في أواخر شهر آب من كل عام، حيث كان الناس في الماضي يطهون الجريش في المنازل، أما في السنوات الأخيرة فقد صار أبناء الرعاية يفضلون طهيه في الكنائس بصورة جماعية. المزيد في رسالة الأرض المقدسة. من جيل إلى جيل يبقى إعداد طبق الجريشة من العادات والإرث والتقاليد المتوارثة في مدينة الرعاة، وخصوصا في ذكرى رقاد والدة الإله كلية القداسة وانتقالها بالنفس والجسد إلى السماء. فتحت رعاية كهنة وكلاء كنيسة الأباء الأجداد للروم الأرثوذكس وبمشاركة جميع المؤسسات التابعة للكنيسة من السيدات ومجموعة النادي الأرثوذكسي العربي والشبيبة والمتطوعين، تم إعداد وجبة الجريشة حيث أشعلت مواقد الحطب في الساحة، وبتعاون الجميع وبكل حب وفرحة ينتظرون هذا اليوم. وهذه الوجبة تصنع من القمح المجروش وتطهى على نار هادئة وتوزع على الأسر المحتاجة، وأيضا تباع بسعر رمزي حيث يعود الريع لتكملة بناء الكنيسة الجديدة في المدينة ولمساعدة العائلات. تعيد اليوم الكنيسة الأرثوذكسية بعيد رقاد وانتقال والدة الإله إلى السماء. والدة الإله هذه الذي اضطهدت نفسها للصلاة والصوم وبعد ذلك انتقلت إلى السماء بطريق الملائكة، فنعيد هذا اليوم المبارك بعمل لذكراها وهي الجريشة. بمثل ذلك عندما ينتقل أي إنسان من العالم الخارج نعمل له القمح أو البربارة ونعمل الصلاة لذكرى لهذه القمح أو هذه البربارة بتصير بربارة. لذلك انتقال والدة الإله ما بنعمل ذلك، لكن عن طريق القمح نعمل هذه الجريشة وتوزع أو تؤكل للناس بمناسبة هذا الانتقال. فهذا الانتقال نحتفل فيه كل عام بمثل هذا اليوم، لذلك نطلب من الله العلي القدير بأن يمر مثل هذه الأعياد والكل بكل صحة وعافية. الجريشة غذاء سنوي تقليدي ديني تراثي موروث شعبي تتناقله الأجيال، ليبقى هذا اليوم هو يوم فرح وعطاء. إحنا هاي التقليد اللي بنسويه كل سنة في طبخة الجريشة على 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 نار الحطب، ومنكون هذه بتوزيعها على أهل مدينة بيت صحور وداخل بيت صحور وخارج بيت صحور، اللي بحب يجي يأكل منها طبعا، لأنه هذه أكلة دينية شعبية تقليدية الكل بيجي بيشارك فيها بيساعد فيها، بتكون دائما في البيوت كمان بيسووها، بيلتموا العيلة مع بعض، وفي ناس كثير متمسكين في هذه العادة بيسووها كمان على الحطب داخل البيوت، و
تشمل العائلات كلها في بيت سحور، وحتى العائلات المتواجدين خارج بيت سحور في الغربة كمان، أهلنا في أمريكا متمسكين فيها كمان، سووها قبل جمعتين طبخوها وكل السواح الحمد لله، يعني ساتنا متمسكين في هذه الأكلة الشعبية الدينية لبيت سحور. طبخة الجريشة احنا دائما لنا 7 سنين بنسويها، وهي طبخة نفتخر فيها كأهل بيت سحور. الصحيح احنا بنشتغل في طبخة الجريشة عشان ريع هذه الطبخة يروح للناس المحتاجة ولدخل للكنيسة. فأجابه يسوع: إن أنت أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع كل ما تملك ووزع على الفقراء فيكون لك كنز في السماوات، وتعالى اتبعني. للنورسات مارلين الحدوة من ساحة كنيسة الآباء الأجداد بيت سحور.